أهلا وسهلا فيكم رفقاتنا لهالفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية. بهذا الفيديو أصدقائنا رح نتعرف على طريقة إضافة قالب اشترك في القناة أو تفعيل زر الجرس أو الضغط على زر لايك. هذا قالب جاهز صراحة أصدقائي، مساوى أو مصنوع على برنامج الأفتر إفكت، وإذا أنت بتعرف تشتغل على برنامج الأفتر إفكت فيك تساوي قوالب أحلى من هاد بكتير. طبعا هذا القالب أنا وجدته بالإنترنت ورجعت أعدت رفعه على موقع تاني، فيكن تحملوه من الرابط اللي موجود بالوصف. قبل ما نبلش شرح أصدقائي بتمنى منكم الاشتراك بالقناة، وإذا كان عندك أي تعليق أو استفسار اترك لي إياه بالتعليقات أسفل الفيديو، ولا تنسى ما تدعمنا باللايك والإعجاب. إذا أصدقائي أنا عندي فيديو هون وعم بشتغل فيه على برنامج الفيلمورا، وحابب حط كبسة صغيرة هون على اليمين أو على اليسار أو بالمنتصف أو وين ما بدك، اشترك بالقناة، فعل زر الجرس وما إلى هنالك. شو هي الطريقة؟ أول شغلة مثل ما حكينا أنه أنا عندي القالب موجود وفيك تحمله من الرابط بأسفل الوصف. هي إمبورت، هي عندي على القالب موجود سابقا، ضيفه هون بالتايم لاين عندي لتحت وبصير موجود. طيب لاحظ انه لما اشتغل معي القالب عطى شاشة خضراء كاملة على قد الفيديو كلياته. بالضغط مرتين على الفيديو نفسه، او هو عبارة عن مقطع فيديو، تمام، بصغر بالشكل اللي بيناسبني وفيني زيحة وين ما بدي باي شكل بدي اياه، هون على الزاوية مثلا، لو بالاعلى لفوق وطلع القالب لبرا شوي ما في مشكلة. تمام أصدقائي، مثلا أنا وضعتها بهذا المكان، بالضغط بالزر اليميني كذلك الأمر على مقطع الفيديو الصغير هاد، وراح أقول له Green Screen. لاحظ أنه صارت شبه شفافة وليست شفافة بالكامل، شبه شفافة. كيف بدي خليها شفافة 100%؟ كل ما عليك أنه تضغط على هي الأداة وترجع تضغط على المكان الأخضر. لاحظ هلا صارت شفافة 100%، بتعمل اوكي ومنبلش الفيديو. وبهي الطريقة طبعا مثل ما لاحظتوا شباب، وكأنه القالب طالع لبرا شوي زيادة عن اللزوم، برجع رح اضغط عليها ضغطين، رح نزلها مثلا لهون مناسبة على ما يبدو. أصبحت ممتازة مثل ما أنا شايفين، وبعدين فيك تخرج الفيديو أو فيك توضعها مرة تانية، كذلك الأمر بالفيديو تبعك على التايم لاين مرة تانية فيك توضعها. شكرا لمتابعتكم أصدقائي، وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية.